مساء الخير للجميع، أهلنا في بيني وسطنا العربي عامة. الساعة الآن 6:00، نسبة التصويت مقلقة جدا، متدنية في بيني والباقي القرى والمدن، بعدها ما توصلت 30%. الإشي مقلق، أنا مثلكم محبط، مناكفات، تخوين، تكفير، بس أنا أدرى شو بده وسطنا العربي كرئيس مجلس. لازم يكون عندنا نواب، نسبة التصويت إذا ما بتصل 55% وفوق الليلة اليوم لغاية الساعة 10، ال15 اللي كانوا يمكن ينزلوا لخمسة أو ستة، وإحنا ساعتها في وضع محرج. أنا كيف حكيت، كنت مش موافق على الانقسام، مش موافق على النهج ولا على الطرح. انجرحنا، اتأدينا، بس مجرح ولا مقتول. مقتول يعني إذا إحنا بننزل النسبة بتنزل لست أو سبع أعضاء، إحنا طعني في الصميم مع كل الخلافات اللي كانت. رجاء من الجميع، بعد معنا 4 ساعات للساعة 10، لازم نوصل 55% على الأقل. نعم صحيح، انت متضايق وهو متضايق، وانت مش عاجبك الوضع وهو مش عاجبه وهي مش عاجبها الوضع، بس اجل الوقت اللي اليوم او الساعات الاربع اللي جايات علينا نتكاتف ونطلع نصوت في عنا قائمتين، لازم على الاقل يكون عندنا 12 عضو 13 عضو لخدمة اهل مجتمعنا. وانا كرئيس مجلس بعرف شو اللي ناقصنا وكيف احنا بنقدر نصل وناخذ الميزانيات بمساعدة نوابنا كل ما كانوا كتار. نعم محبطين، نعم مجروحين، بس مش لازم يكون مقتولين ولا احنا مطية لحدا. فرجاء من الجميع، الشلعة الدان اخذوها، صاروا يفكروا لقدام. اجل الوقت اليوم كلنا نكون متكاتفين، 4 ساعات اللي جايات علينا مصيريات، اذا احنا تحت 50% احنا اقل من 7 اعضاء للقائمتين اللي كانوا يمتلكوا 15 عضو. رسالة للجميع، رجاء خاص مني أنا رئيس مجلس سفير المحلي لكل وسطنا العربي، اطلعوا مارسوا حقكم بالتصويت. ما عجبك شايل القائمة صوت لهذيك القائمة، بس أقول لك صوت يا أخي وسب عليهم، بس اطلع صوت، جيب لنا نتيجة 60%، 55% راضيين، وبدناش يكون العدد أقل من الثلث كيف كانت المرة اللي فاتت. بنتمنى السلام للجميع، بنتمنى التفكير للجميع، تعت نسمح تعت نسامح وتعت نقول يلا شلعة الدان أخذوها، وإسا إحنا بدنا نرفع نسبة التصويت بالأربع ساعات الجايات. والله ولي التوفيق.